اهلا اخوان، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندوي لكم على لا كونسوماسيون ديال الطوموبيلات عندكم، كيفاش نهبطوا لا كونسوماسيون ديال ليسانس ديالنا ولا المازوت. غنعطيكم دي زاستوس اللي انتم تبازاو عليهم، وكل واحد عنده ديفيرونس من طوموبيل الاخرى. دونك حاليا اول حاجه غنبداو بها هي الكونفور. اللي كندوي على الكونفور هو الكوسانات اللي تيسخنوا، لاير كليماتيزي، لونتي باتيناج، لا بي اس، وكلشي هاد العوامل هادو كيخليو ان لا كونسوماسيون ديال الطوموبيل تطلع عندكم. دونك حاليا غادي ندير كلشي اوف كما غيبان لكم، لي سياج شوفون او كيبان لكم 0.8 لتر سون لتر لور، هي لا كونسوماسيون ديال الطوموبيل عندي الا كانت واقفه. دونك هادشي هذا مطفي كلشي، مسكت كلشي، ما كاين لا شوفاج لا كليماتيزي لا غيان. او ملي كنجيو هنايا ملي كنشعلو لاير كليماتيزي كيبان لكم لا كونسوماسيون نورمال. حاليا هنايا كنشعلو لاير كليماتيزي كتبان لكم القضيه غدا او كطلع. دونك ملي كنديرو سميتو كونسوماسيون غدا او كطلع، باقي ما تيبان لكم غدا او كطلع باش ما خدمات او ماكسيموم غدا او كطلع. الى درنا الكوسانات شوفون سيا شوفون، تنورك على سيا شوفون تبان لكم الكونسوماسيون طلعات، سيا شوفون اخرى الكونسوماسيون طلعات. دونك لي سياج شوفون، لي كليماتيزي، لو شوفاج، اي شارج تزاد على الموتور فهو تيكونسومي كتر. الوقفه الا كنتي واقف بحال هكا وداير فيتاس، يعني داير ودايرو في درايف، يعني دايرو داير فيتاس في درايف و بقيتي واقف، لو موتور عندك تيدير ان بتي ايفوار باش انه يخلي الطوموبيل مستعده تزيد. حاليا في نوتر وحاليا في درايف كيبان لكم تطلع، وكنزيدو عليها لا كونسوماسيون ديال لي كليماتيزي او كلشي، كنمشيو نقلبو على لا كونسوماسيون كثر الطوموبيل عندنا. دونك باش نريغلو هذا المشكل هذا كتستعمل داكشي سولمون اللي خاصك، يعني كتستعمل داكشي اللي خاصك في الطوموبيل عندك. سي شوفون بلا ما ديرو افون، دير نقشه ولا جوج وسالينا حتى كتخليك تهرك وكتحيد. بالنسبه لا كوندويت هي الحاجه اللي نوكدو عليها اكثر، هي لا كوندويت سموث اللي كتكون صايق بحال دابا. حاليا انا راه وصلت ل 21.4 لتر سون، علاش؟ حيت زمرت بها شويه. مي الا كنت غادي بشويه فلوتوروت 100 كيلومتر في الساعه، راني كنكونسومي بين 6.5 و 6 6.5 و 6 لتر سون، يعني هذا بين 6 و 6.5 لتر سون اللي هو مزيان اللي نقول في اخ. مي ملي كتبدا تزمر بها في المود درايس راه كتاكل. بالنسبه للدراري اللي عندهم طوموبيلات اللي هم دي مود سيليكسيونابل، يعني اللي كتقدر تسيليكسيون المود ديالك، وكدوا لي على المود ايكونوميك. هذا المود ايكونوميك هذا كيهبط لا كونسوماسيون حيت كينقص ديجا هو من لي كومبوزون ديال الطوموبيل، ديك كينقص منهم وكيخلي الطوموبيل انها تزيد باقل كونسوماسيون ديال 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 ليسانس ولا المازوت. بالنسبه لتغيير الزيت، دوك نهضروا على الكوتي ديال الموتور اللي لا بغينا اننا تكون عندها ان اوتونومي اللي هي اكثر. لي زاكسيليراسيون حيدهم، يعني تبقى تشيفتي بليسانس اونتر 1000 تور حتى 2000 تور بالنسبه لليسانس، وبالنسبه للمازوت كتشيفتي تقريبا ما بين 1500 حتى 3000 على حساب لا شارج ديالك. تالت حاجه باش نخفضوا لا كونسوماسيون، خوي الطوموبيل من داكشي كاع اللي فيها، اي غرام زايد عندك كتمشي وكتجيبي والا كيزيد لا كونسوماسيون، ومع الوقت غادي تولي تحس بيه. يعني بحال عندك شي حاجه في لافاليز اللي حطها ما مسوقش ليها كتكونسومي. بالنسبه لي ريزيستانس ديال الطوموبيل عندك بحال الالينيوم وبحال الباراليزم اللي ماك، الا كانت عندك طوموبيل مال اليني كتولي غادي اوبنو كيتكل من جهه، هذا كيكثر لا كونسوماسيون حيت كتولي بحال الا شي واحد كيجرك باللور وانت غادي كتجري. دونك كتولي كتخسر لينيرجي يعني بلا والو، يعني ديروا الينيوم الطوموبيلات عندكم. لا غروندور ديال لي بنو كدير لا بون غروندور اللي خارجه للطوموبيل عندك، المقاس اللي مزيان اللي خارج السياره عندك اللي خصك تركب، درتيه مع راد كتكونسومي حيت كاين واحد لا ريزيستونس وكان واحد لو بوا ملي الطوموبيله كتحاول تزيد بهم. بالنسبه للناس اللي كاينين في كندا وفي روسيا وفي البلاد اللي فيهم بنوات ثلج بنوات البرد، ملي كدير بنوات ثلج البرد اللي كيكونوا هما رقاق شويه كتحس بان الطوموبيل كتقلع دغيا، يعني عندك لو طاق ديال الديكولاج لود لا شارج كتولي ناقصه في الديكولاج، دونك كتولي الطوموبيل ما كتكونسوميش كثر. كنتي غادي نكملوا لا بريسيون ديال البنوات، الا كانوا البنوات مغونفلين بزاف كتاكل، كانوا ناقصين كتاكل، يعني خص تكون فريمون لا 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 بريسيون ايديال البنوات عندك هي اللي مكتوبه عندك في الباب ديال السياره. هنايا الا طلعنا عليها راه عندك مكتوبه في الباب ديال السياره لا بون بريسيون ديال البنو. نزيدو بالنسبه لليسانس، ندير لكم شي على الليسانس وعلى المازوت. ليسانس الا خرج لك لورديناير بلا ما دير السوبر ما تقطع والو،
الفرق اللي بيناتهم هو لوكتان. لوكتان الدوغري ديال لوكتان هي الدوغري باش كيتفرقع ليسانس. الا عندك طوموبيله خارجه للسوبر وكدير لها اوردينار كتاكل اكثر وكتخرج على كاع لي كومبوزون ديال الطوموبيل عندك حيت لا بروغراماسيون ما خرجاش داك ليسانس اللي عندك. الا كان عندك اوردينار وركبتي ايسانس سوبريم، حاجه واحده اللي كيدير هي كينقي لو سيستيم ا لونغ تيرم، وعلى حساب لو فابريكون ديال الفابريكون بحال على حساب لا كومباني اش من برودوي دارت لي داديت لي زاديتيف لي دارت في ليسانس عندك هما اللي تحكموا فغيمون واش كاين نيتواياج ولا ما كاينش، بحال في باور ولا سميتو. دونك هادي كيدير نيتواياج ما كيدير والو حتى حاجه اكثر. ثالث حاجه ان بون نيتواياج دانجيكتور انيوال، يعني كل مره في العام كدير ان بون نيتواياج دانجيكتور. هاد لو برودوي كشري ان برودوي اللي هو ريكوني او تيستي، يعني ما تشريش داكشي ديال القرايه وسميتو ما يدير لك حتى حاجه، خاصك فريمون ان سيستيم انجيكتيف لي زانجيكتور اللي غادي ينقيهم. وبالنسبه لادميسيون هذاك تتحيد وتنقي الناس اللي باغيين يشوفوا، راني حيدت الانتاك ديال الام كاكات اللي عندي الزبرا الجولف كات. شوفوا لا فيديو اللي قيلها الثالثه قبل من هذه، راه ديجا دويت على هذا الموضوع هذا وتفسرت طرقت يعني بتفسير يعني كامل ومكمل. دونك لا كوندويت ديالكم اللي كتكون كتقلع زيد بشويه تزيد الطوموبيل ديك الساعه كسيري، ولا كنتي كتشوف ان بان لك ستوب لقدام بعيد شويه وانت جاي دير با مور حيد رجلك على الاكسيليتور وخليها تزيد بشويه تتوقف. ا لونغ تيرم كتزيد كونسومي كتزيد تقتصد فريمون ان غروس كونتيتي ديال ليسانس حيت هادي زابيتود ديال لا كوندويت. او ثالث حاجه الفلتر ديال الغاز اللي في الشاسي والفلتر ديال الغاز اللي لقدام، وزيد عليهم الفلتر اير ديال الموتور الفلتر ديال البرد ديال الموتور باش ما كانت لا ريزيستانس قليله باش ما كانت لا كونسوماسيون قل. او هذا هو البلان. دونك الاخوان قدر انني نسيت شي حاجه، مي الا نسيت شي حاجه فيدونا في لي كومونتير على داكشي اللي نتوما اللي الطرق اللي جربتيهم فيدونا بهم، حتى حنايا بغينا نستافدوا شي حاجه اللي ما تنعرفوهاش، وهذا هو البلان. ما تنساوش الاخوان جيم بارطاج باش بنادم يستافد، وهذا هو البلان. تابوناو لاشين، خدموا الجرس. اليوم ان شاء الله في العشيه غندير واحد الفيديو لايف مع واحد الصديق، انا كندير لا كورس طوموبيل دراغ رايسين عندي جولف اخ، هو كيدير دريفت يعني بالعشاق الدريفت. غادي نريح معاه وغادي نديرو ستون انا وياه، يعني غادي نهضروا شويه وغادي نحاولوا نقادو بلانات انه نفرجوكم معنا في لاباسيون اللي كنديرو حنايا، وهذا هو البلان. دونك تسناونا ان شاء الله جوار 5:30 6 غندير له لايف وبنادم غادي نطلعها، هذا هو مكان.